الأغاني الوطنية وأهازيج محافظات درعا والسويداء والقنيطرة، احتضنت بلدة بصير بريف درعا الشمالي احتفالية جماهيرية واسعة تحت عنوان وثيقة قسم، بمشاركة آلاف الحضور من مختلف الفعاليات الشعبية والرسمية والدينية، وممثلين عن مجلس الشعب من مختلف المحافظات السورية، وذلك بمناسبة أداء القسم الرئاسي للسيد الرئيس بشار الأسد. شايفين أنتو فرحة كبيرة بقسم السيد الرئيس والشعب حاليا في حوران وفي درعا والقنيطرة والسويداء، يعلن الولاء الكامل للسيد الرئيس، وأدينا القسم أمامكم هلا، ونعني كل كلمة ما نقولها شكر لكل أهل حوران، لأهل السويداء، لأهل القنيطرة، لأهل درعا. كما أقسمنا اليوم في درعا سيقسم كل الشعب السوري أن يكون وفيا لهذا الوطن ولهذا القائد. علينا أن نوضح شيء مهم، الحرب التي شنت على سوريا هي أكبر من كل المعارك التاريخية التي نقرأ عنها في التاريخ، معركة اليرموك والقادسية وذي قار وذات السواري، هذه الحرب أكبر منها. وأن نضحي بدمائنا لكي يبقى علم الوطن مرفوعا. الاحتفالية تضمنت أداء وثيقة قسم من قبل الشعب السوري وفاء للوطن ولسيد الوطن، كما قدمت الفرق المشاركة العديد من الفقرات والعروض الفنية والغنائية والرقصات الشعبية، فيما عبر المشاركون عن أهمية إنجاز القسم الدستوري والاستحقاق الرئاسي، مؤكدين بأن هذا الإنجاز هو تتويج للانتصار السوري على جميع القوى المعادية لسوريا، معربين عن أملهم بمستقبل أفضل لسوريا للنهوض بها من جديد وإعادة الإعمار ومتابعة معركة التحرير بقيادة سيد الوطن. اليوم بين أهلنا وأخوتنا بدرعا سعيدة جدا بوجودي بهالفعالية الحلوة كتير، وبالمناسبة وباسم المناسبة وثيقة قسم. كانت انتصارات على إرهاب العالم وعلى كل متآمر من أراد الكيد والسوء إلى سوريا. حضور هالحشد الكبير كتير كتير من أهالي المحافظات الثلاثة رح يكون هو تتويج لأداء هذا القسم الرائع. مبارك السيد الرئيس سيد الوطن بهذه المهمة الصعبة التي سيتولاها، مثبتا للعالم كله أنه قائد عظيم وأنه الرمز الأوحد لسوريا. بالقسم الرئاسي والقسم الشعبي يقسم السوريون مجددا ظهر الإرهاب والقوى الداعمة له، يثبتون بأن سوريا أقوى من أن تهزها المؤامرات وأجمل من أن تشوهها الحروب. فراس الأحمد لقناة سما الفضائية من بلدة قصير ريف درعا الشمالي.